ست وردة الجزائرية، صوت عشق الملايين، غنت أكتر من 300 أغنية، من أشهر مطربات الوطن العربي. ولدت في باريس لأم لبنانية وأب جزائري، كانت بتحب الغنى من صغرها. كانت بتغني في مطعم والدها في باريس، وفي يوم من الأيام شافها أهم مكتشفيها وهو الأستاذ أحمد التيجاني. في الوقت ده هو كان شغال في الإذاعة في القسم العربي في إذاعة باريس، وطلب من والدها إن هي تغني معاه في الإذاعة، ودي كانت البداية. ونيجي المرحلة التانية، هي علاقتها ببليغ حمدي اللي ابتدت بدري شوية لما كانت بتتفرج في السينما في باريس على فيلم الوسادة الخالية، ومن هنا وقع غرامها في ملحن أغنية تخنو لعبد الحليم. من وقتها وردة فضلت مصممة إنها تقابل بليغ ويكون ليه أغنية، وكانت بتحلم إن يكون لها أغنية من ألحانه وإنها تقابله. ومرت الأيام وبالفعل حلمها تحقق لما كلمها المخرج الكبير حلمي رفلة، وطلب منها إن هي تيجي لمصر عشان عايزها في بطولة أول فيلم ليها وهو ألمز وعبده الحمولي. ومن هنا كانت سعادة وردة ما تتوصفش، لأنها هتروح وهتقابل الملحن اللي بتحبه وقع في غرامه من وهي صغيرة، وهيعمل لها كمان لحن أول أغنية اللي هي كانت يا نخلتين في العلالي يا بلح ومداوى، يا نخلتين على نخلتين طابوا في الليالي الهوى. ومن هنا كانت وردة مبسوطة بليغ هو اللي بيحفظها أول لحن ليها لأول أغنية، ومن هنا بدأت أول شرارة حب ما بينها وما بين بليغ حمدي. وبالفعل مفيش وقت غير وقت قصير وتقدم بليغ لخطبتها، ولكن باباها رفض، ورفض حتى أنه هو يقابله. وبالرغم من الرفض التام من والد وردة لجوازهم، إلا أن بليغ فضل حبه الوردة بيزيد حتى لما سافرت للجزائر، ووالدها صمم أن هي تتجوز حد من قرايبها، وخلفت وداد ورياض، وغابت حوالي 10 سنين عن الفن، إلا أن هو ما فقدش الأمل. والصدفة لعبت دور مهم جدا في حياة وردة، وده لما جي عدد كبير من الفنانين في عيد استقلال الجزائر جم للحفلة، وكانت وردة في استقبالهم في الفندق، ومن كان ما بينهم الملحن بليغ حمدي. ولما شافها وقتها الرئيس بوميديان وطلب منها ان ازاي وردة ما تغنيش في حفل استقلال بلدي، طالبها ان هي تعمل اغنية. وبالفعل قامت وردة بعمل اغنية مع بليغ حمدي، وكانت من احلى الاغاني اللي اتقدمت للجزائر. ومن هنا جه البليغ فكرة اغنية توصف شعوره وحبه الوردة، وقال لها وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود بحبك. طلبوها للغنى في مصر، جوزها قبل نزولها رفض، فتم الطلاق ما بينهم. رجعت مصر كملت قصة حبها ببليغ اللي عمر السنين منسته حبها، وتم عقد القران ما بينهم في حفل في منزل نجوى فؤاد، وحضروا عبد الحليم حافظ وأحياء، وغنى لهم أغنية مبروك عليك يا معجباني يا غالي عروستك الحلوة قمر بلالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. قصة حبهم ما كملتش 6 سنوات وانتهت. قصة حب ابتدت بالعيون السود وانتهت ببودعك.